إذن لمزيد من التطورات في الأوضاع في غزة معنا عبر سكايب من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني دكتور محمود خلوف. مرحبا بك دكتور محمود معنا. مساء الخير، يا هلا. حياكم الله دكتور محمود. كما تعلم نحن في اليوم 71 بعد 200 من هذا العدوان الغادر الصهيوني على غزة، لا تزال هذه الجرائم والمجازر من قبل الاحتلال مستمرة ضد المدنيين، وما يزيد الأمر سوءا منذ ذلك اليوم وحتى الآن أن قوات الاحتلال تستخدم المدنيين دروعا بشرية، وهو كما يعلم الجميع مخالف لكل المواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين في أثناء الحروب. كيف تفسرون ما يحدث؟ ما يحدث هو نتاج للاستخفاف الدولي والمتمثل بتوفير الحماية لإسرائيل من خلال مجلس الأمن. كيف يمكن أن يفهم الضحايا ونحن أبناء الشعب الفلسطيني أن محكمة العدل الدولية قد وضعت وصفا دقيقا للحالة في 26 يناير، أي قبل أشهر عديدة، وحتى الآن لا زال المجتمع الدولي يتناقش حول الآليات، ولا على أرض الواقع هذا النزوح، هذا الدمار، هذا التشريد الذي طال 1,700,000 فلسطيني وفق إحصاءات الأمم المتحدة. حالة الخنوع العربي والإسلامي وهذا الوضع القائم على النفاق من قبل الدول الشقيقة أولا يدفع باتجاه أن نجد أمريكا توفر هذا الغطاء الدبلوماسي والسياسي، ونجد هذه السياسة الرعناء تجاه ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة. لا بد من مخاطبة ضمائر الشرفاء على امتداد هذا العالم، وبالذات من برلمانيين وأحزاب ونقابيين، بأنه يكفي إبادة جماعية وأن هناك استحقاق دولي يتمثل بضرورة إعادة الهيبة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي وإنفاذ القرارات الصادرة عن أعلى محكمة أممية وهي محكمة العدل الدولية. كما أنه لا يجوز أن نجد التصريحات الحمقاء من قبل أمريكا ودول أخرى تناصر إسرائيل بما يتعلق بموضوع المحكمة الجنائية الدولية. وهنا لابد من توجيه انتقادات للدول الصديقة والشقيقة وللنقابات ولكل الجاليات الإسلامية في الخارج. أين أنتم؟ لماذا لم تتوجهوا بقرارات برفع قضايا ضد قادة إسرائيل في المحاكم الوطنية في عديد الدول الأوروبية وحتى في ولايات عديدة في أمريكا تسمح بهذا النوع من الملاحقة؟ ما الذي يمنع دول شقيقة من ملاحقة شخص مثل ابن جفير ومثل سموتريتش، وبالذات أن الحديث يتم عن سن مزيد من القوانين التي جزء منها يتعلق بإعدام الأسرى وجزء منها يتعلق بضم الضفة الغربية وجزء آخر هو بمنزلة توفير غطاء لمن قاموا بمذابح جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني؟ إذن لابد من عملية تقييم، لابد من مخاطبة الضمير الإنساني، لابد من خطاب مختلف من قبل المنظمة الدولية التي باتت مطالبة بأن تعيد الهيبة لها ولقوانينها. فمنذ أن قام مندوب إسرائيل في المنظمة الأممية بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة، كان مطلوبا من الأمم المتحدة بأن تعيد النظر بعضوية إسرائيل وأن تفكر بآليات عقلانية وواقعية تضمن إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولي. ولكن وزارة الخارجية الأمريكية دكتور محمود دعت الاحتلال إلى التحقيق في استخدام جيشها المدنيين دروعا بشرية، ولا سيما بعد ضغوط أيضا أمريكية من مسؤولين سابقين اتهموا إدارة بايدن بالتحيز لإسرائيل في هذه الحرب. ما رأيكم بهذه الدعوة من الخارجية الأمريكية؟ هذه فقط تأتي من باب امتصاص غضب الشارع المنتفض في الجامعات وعلى المنصات الرقمية في ضوء العد العكسي للانتخابات في أمريكا، في ضوء ما يتعرض له الرئيس بايدن من انتقادات جمة من قبل الشباب ومن قبل المثقفين، والأمر لا يتعدى فقاعات. وأمريكا هي التي قالت قبل 3 أسابيع أنها تحققت من أن إسرائيل لم تتجاوز الخطوط الحمراء، مع أن إسرائيل قصفت في حين خيام المدنيين العزل في رفح وانصيرات ومناطق أخرى في المحافظة الوسطى وفي خان يونس. عمليا هذا خطاب غير واقعي لأنه لا يقترن بأي ضغط فعلي على الأرض، كما أن هذا النوع من التصريحات
جاء بعد ساعات من إعلان أمريكا رسميا عن أنها أفرجت عن السلاح الذي كان محتجزا بسبب وجود شبهة ارتكاب إسرائيل للإبادة وقتل المدنيين العزل. على أرض الواقع لا يمكن إخفاء الحقائق، وبالذات أن المجزرة يتم نقلها عبر القنوات الفضائية وعبر المنصات الرقمية وعبر مواطنين متطوعين، كما أن هناك شبكات تمتاز بثقة عالية على المستوى الدولي كانت ترصد عمليات القتل وعمليات استخدام المواطنين الفلسطينيين دروعا بشرية، سواء في محافظات قطاع غزة أو في محافظات الضفة الغربية، عندما يشعر الجيش الإسرائيلي بأنه قد يتعرض إلى أي نوع من أشكال الخطر حتى لو كان هذا الخطر محدود وضمن الحد الأدنى. بخصوص الضفة الغربية دكتور محمود، يعني بالتزامن مع عدوان الاحتلال على غزة، هناك انتهاكات جمة تمارسها قوات الاحتلال في مناطق بالضفة في بلداتها، خصوصا في أثناء الاقتحامات، مع حديث أيضا عن سماح لطائرات الاحتلال في بتنفيذ مهمات داخل الضفة. لماذا هذا التصعيد برأيك على أكثر من جبهة للاحتلال؟ هم يريدون حسم المعركة، وبالذات أن التشكيلة للحكومة الإسرائيلية هي قامت على نفي الفلسطيني، تشريد الفلسطيني، قضم أرضه، الاعتراف بالمستوطنات التي كانت غير شرعية. أنا أعتقد أن أمريكا قد أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر للقيام بمعركة ليست محدودة في جنوب لبنان، ولكن هذا الأمر مرتبط بالانتخابات الأمريكية، وأن هذا الأمر وفق المزاج الأمريكي يفترض أن يتم بعد نوفمبر، بما لا يشوش على الانتخابات وبما لا يدفع الجيش الأمريكي للانخراط في المعركة. وأمريكا في ظل انشغالها في الانتخابات الداخلية ليست معنية بالدخول في حرب على جبهات متعددة، وبالذات أن الصراع في جنوب لبنان وشمال إسرائيل قد يتسبب بحرب إقليمية. على أرض الواقع نحن أمام صراع ما بين الحكومة الإسرائيلية وما بين الشعب الفلسطيني في الضفة. هم يريدون حسم المعركة من خلال القضاء على جيوب المقاومة، وبالذات في شمال الضفة الغربية، وهذه مسؤولية كل من كانوا يتغنوا بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان وبأنهم يريدون إنهاء استخفاف إسرائيل بالقانون الدولي، وأنهم أقاموا العلاقات مع إسرائيل من أجل الحفاظ على ما تبقى من الحقوق الفلسطينية ومن أجل منع إسرائيل من القيام بالضم. عمليا نحن أمام عطاءات للاستيطان. الليلة الماضية أصدروا عطاءات ب 5600 وحدة استيطانية. وزير المالية الإسرائيلية هو المسؤول عن الإدارة المدنية، أكد عن نيته توطين 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية، كما أنه قد بدأ بإجراءات من أجل تحويل الصفة القانونية إلى 63 مستوطنة كانت توصف بأنها غير شرعية حتى في ظل الحكومات الإسرائيلية السابقة، وجزء منها حكومات كانت برئاسة بنيامين نتنياهو. الخطير في الأمر أن العالم يركز إعلاميا على قطاع غزة، وأن إسرائيل تستفيد من تقليل الزخم الإعلامي على الضفة من خلال تنفيذ عمليات الضم وتغيير الصفة القانونية للمستوطنات. وأنا أخشى من قيام الكنيسة الإسرائيلي بإصدار قوانين خطيرة، وجزء منها يتعلق بإعدام الأسرى وما إلى ذلك. نحن أمام استحقاق، هذا الاستحقاق يتطلب التركيز على كل صغيرة وكبيرة في الأراضي الفلسطينية. هذا لا يعني على الإطلاق بأننا لا نشعر بحجم المأساة وبحجم الإبادة الجماعية في غزة، ولكن هذا الشعب واحد. دكتور محمود، دكتور محمود، إن كنت تسمعني، فيما خص الضفة وأنت تركز على هذا الموضوع، فعلاً هل من الممكن برأيكم أن يغطي هذا العنف المفرط الذي تتحدث عنه في مناطق الضفة، هل من الممكن أن يغطي على حالة الغضب الشعبي في الداخل الصهيوني؟ هناك حالة غضب شعبي وسياسي حتى واضحة ضد حكومة نتنياهو، هل من الممكن أن يغطي ما يحدث، يستعمل لغطاء لذلك؟ وبالذات أن ما يثير الشارع الإسرائيلي عوامل عدة، جزء منها موضوع عدم حل قضية الأسرى الإسرائيليين في غزة، جزء منها استنزاف اقتصاد البلد وانخفاض المكانة الائتمانية والاقتصادية لإسرائيل على مستوى العالم، وجزء من الأزمة هذا العدد المتزايد من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، وتعرض مستوطنات الغلاف باستمرار إلى قصف هو شبه يومي.
ما يظهر أن الشعارات التي كانت ترفعها إسرائيل من أجل هذه المعركة لم يطبق منها الشيء الكثير، كما أن الشارع الإسرائيلي غير مقتنع تماما بأن إسرائيل تنفذ شيئا على الأرض على صعيد ضمان عودة المستوطنين إلى مستوطنات الغلاف وعلى صعيد ردع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما أن الشارع الإسرائيلي مقتنع بأنه لا مجال لنزع فتيل الأزمة مع لبنان إلا بالتوصل إلى صفقة. ولهذا السبب نجد قادة المعارضة قد انخرطوا في المظاهرات في تل أبيب الكبرى ومناطق شارع بار إيلان وغيرها من المناطق، وهم عمليا يضغطون باتجاه التوصل إلى صفقة. هم يدركون تماما بأن الأولوية عند بنيامين نتنياهو ليست وقف الحرب وليست التوصل إلى صفقة، لأن بنيامين نتنياهو هو على قناعة تامة بأن الاستحقاق التالي لوقف المعركة هو الذهاب إلى محاكمة في قضية خامسة إضافية تضاف إلى قضايا الفساد الأربعة، قضية 7 أكتوبر وما تخللها من استخفاف، وبالذات أن الاستخبارات العسكرية والتحقيقات نشر عنها يوم أمس المزيد من المعلومات تتحدث عن أن هناك تقارير كانت أمام المستوى السياسي بخصوص وجود استعدادات لدى المقاومة في غزة، وأن المستوى السياسي كان يستخف بمثل هذه التقارير، وأن هناك أطراف أخرى في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أيضا كانت تستخف بمثل هذه خلوف. إذن من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور محمود مخلوف، شكرا جزيلا لك.